الثانية ظهرا في العاصمة طرابلس، نشرة إخبارية من النبأ، والبداية بالعناوين. شورى درنا يطلق عملية عسكرية ضد ميليشيات الكرامة ردا على الاعتداءات المتكررة على المدينة. ردود فعل رافضة لتولي حفتر قيادة الجيش بعد جولة مفاوضات جديدة لتوحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة. إيطاليا تصدر أمرا بحجز سفينة إنقاذ لمنظمة إسبانية رفضت تسليم مهاجرين للبحرية الليبية. أهلا بكم مشاهدينا للتفاصيل. أطلق مجلس شورى مجاهدي درنا عملية عسكرية تحت اسم كان لزاما علينا لرد الاعتداءات المتكررة على المدينة وأهلها. وأكد الناطق باسم المجلس محمد المنصوري في تصريح للنبأ مقتل عنصرين من ميليشيات الكرامة وإصابة ثالث بجروح إثر الاشتباكات الواقعة بمنطقة كرسة. وأضاف المنصوري بسيطرة قوات المجلس على الدبابة التي كانت تقذف المدخل الغربي للمدينة، إضافة لثلاث آليات عسكرية كانت متمركزة في محيط المدخل الغربي لدرنا فجر الاثنين. أفاد مسؤول الملف الأمني في درنا يحيى أسطى عمر باستمرار الاشتباكات في محيط المدخل الغربي للمدينة. وأوضح الأسطى عمر في تصريح للنبأ أن مجلس شورى مجاهدي درنا تصدوا لهجوم شنته ميليشيات الكرامة على طريق كرسة، واستولى المجلس على دبابة وثلاث آليات عسكرية تعود لعناصر ميليشيات الكرامة الذين فروا من المكان بعد التصدي لهم. هذا وتعرض المدخل الغربي لمدينة درنا لقصف عنيف من قبل مدفعية ميليشيات الكرامة. قال مراسل النبأ في المدينة أن القصف لم يسفر عن أي إصابات، لكنه تسبب في حالة من الذعر والرعب وسط الأهالي. يشهد المدخل الغربي للمدينة اشتباكات عنيفة منذ فجر الاثنين بين ميليشيات الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنا الذين أكدوا تصديهم لهجوم الميليشيات على المدينة. إلى سبها، حيث قال أحد أعيان التبو محمد صندو أن المدينة تسودها حالة من الهدوء الحذر منذ عدة أيام. أضاف صندو في تصريح للنبأ أن جهود المصالحة متوقفة، ولكن وفدا من أعيان ورشفان التقى قبائل سبها للوصول إلى تهدئة ووقف الاشتباكات. وأشار صندو إلى أن مبادرات الصلح تعد فردية ولا وجود لأي جهود رسمية للوصول إلى مصالحة شاملة في المدينة. بدورها، أفاد المتحدث الرسمي باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي باستقبالهم جريحا إصابته بسيطة الأحد. أكد الوافي في تصريح للنبأ أن حصيلة المواجهات التي شهدتها المدينة منذ الرابع من شهر فبراير الماضي إلى الثامن عشر من مارس الجاري وصلت إلى 7 قتلى و35 جريحا. انطلق في مدينة طرابلس الأحد الملتقى الثاني لعمداء البلديات الليبية بحضور أكثر من 30 عميدا من مختلف المناطق. وبحسب القائمين على الملتقى، فإن الهدف منه توحيد الجهود الوطنية لخدمة المواطن وحلحلة المشكلات والصعوبات التي تعترض عمل البلديات. إشاروا إلى أن من بين الحضور عمداء معينون من قبل الحاكم العسكري لميليشيات الكرامة بالمنطقة الشرقية، أبرزهم عبد الرحمن العبار عميد بلدية بنغازي. هذا وطلب المجلس البلدي بنغازي المجلس الرئاسي المقترح والأعلى للدولة ووزارة الحكم المحلي بعدم التعامل مع عمداء البلديات الذين عينوا عن طريق ما وصفه بسلطة الانقلاب.
تناقلت وسائل الإعلام خبر عقد ملتقى اليوم الأحد 18 مارس 2018 والذي يضم عدد من عمداء البلديات المنتخبة والغير المنتخبة والذين تم تعيينهم عن طريق سلطة الإنقلاب في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وعلى لم شمل كافة البلديات المنتخبة في ملتقيات من شأنها إيصال الخدمات للمواطنين فإننا نود التأكيد على الآتي: أولاً، يجب احترام العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع التي ارتضيناها لتحقيق مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها. ثانياً، نطالب الشخصيات التي تم تعيينها من سلطة الانقلاب باحترام إرادة المواطن الحر في اختيار من يمثله والتنحي جانباً والسماح للمجالس المنتخبة بمزاولة مهامها المناط بها. ثالثاً، نطالب المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ووزارة الحكم المحلي بعدم التعامل مع من اغتصب سلطات البلديات بقوة السلاح، ونذكر بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 والذي ينظم عمل البلديات. رابعاً، ندعو منظمة المجتمع المدني وأحرار فبراير رفض مثل هذه التصرفات وقطع الطريق على أدوات العسكر التي بدأت تلوح في الأفق وفاءً. من جانبها، دعت الهيئة البنغازية جميع أهالي المدينة المهجرين بمدينتي طرابلس ومصرتة وجميع المكونات البنغازية بالمنطقة الغربية للاجتماع العاجل بمقر الهيئة في طرابلس ومصيف الأمان في مصرتة. وأرجعت الهيئة في بيان تحصلت النبأ على نسخة منه سبب الدعوة للاجتماع إلى خطورة الوضع إثر حضور عمداء بلديات المنطقة الشرقية المعينين من قبل الحاكم العسكري واجتماع البلديات في طرابلس في خرق صارخ للديمقراطية بحسب البيان. ليبيا واحدة ولا يمكن تقسيمها، وطرابلس آمنة وهي عاصمة كل الليبيين. عبارات أجمع عليها عمداء البلديات الليبية المجتمعين بطرابلس في الملتقى الثاني لعمداء البلديات في رسالة تفيد بأن البلديات قادرة على لعب دور مهم في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها ليبيا. الملتقى شارك فيه قرابة 30 عميد بلدية من مختلف أنحاء البلاد، من ضمنهم عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار المعين من قبل الحاكم العسكري درنا بن جواد. حضور عمداء البلديات المعينين من الحاكم العسكري درنا بن جواد التابع لميليشيات الكرامة بدل المنتخبين يطرح تساؤلات عن مدى قدرة هذه الاجتماعات على التوصل إلى توافقات ونقاط مشتركة تساعد في حلحلة الأزمات المتفاقمة سياسياً كانت أو اقتصادياً أو أمنياً. تساؤلات تطرح أيضاً الدور الحقيقي للعمداء المعينين من قادة ميليشيات الكرامة في هذه المرحلة وعن المشروعية والشرعية التي تضفيها هذه الملتقيات إليهم، خاصة أنهم مرفوضون من عدة أطراف ومن عدد كثير من الأهالي في مناطقهم ومدنهم باعتبارهم غير منتخبين وجرى تعيينهم على أساس الولاء لميليشيات الكرامة. من جانبه، أكد المجلس البلدي بنغازي المنتخب في بيان له أن بعض عمداء البلديات المشاركين في ملتقى طرابلس من المعينين من قبل سلطة الانقلاب، مشددين على ضرورة احترام العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع. يجب احترام العملية الانتخابية والتداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع التي ارتضيناها لتحقيق مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها. ثانياً، نطالب الشخصيات التي تم تعيينها من سلطة الانقلاب باحترام إرادة المواطن الحر في اختيار من يمثله. ويبقى التساؤل مطروحا، ما هو دور الملتقى الثاني لعمداء البلديات في دعم حل الأزمة السياسية وبقية أزمات البلاد؟ وهل تمثل مشاركة عمداء بلديات الشرق والجنوب بمن فيهم المعينون من ميليشيات الكرامة أحد تعبيرات الوحدة والتوافق، أم هي مجرد لقاءات عابرة يكون مصيرها مصير لقاءات الحوار السياسي؟
أفادت مصادر عسكرية ليبية لصحيفة اليوم السابع المصرية بوصول رئيس الأركان التابع لقيادة ميليشيات الكرامة عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي المقترح عبد الرحمن الطويل إلى القاهرة. وأكدت المصادر للصحيفة أن الشخصيتين تزوران القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجولة السادسة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية. يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق حول هيكلية المؤسسة العسكرية واختصاصات الجيش. من جهته قال الناطق باسم المجلس العسكري مصرات إبراهيم بيت المال للنبأ أنه لا يمكن القبول بأسير حرب لقيادة الجيش الليبي. وتعليقا على اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية أوضح بيت المال للنبأ أنهم لا يثقون في قدرة السراج وحياديته في مسألة تكوين الجيش، موجها دعوة لكل الضباط الشرفاء للاجتماع والالتفاف لتكوين جيش على الأراضي الليبية وفق تعبيره. وأردف بيت المال أنهم ليس لديهم أي تحفظات أن تقود الجيش شخصية من شرق ليبيا، مبديا حرصه على حقن دماء الليبيين ودعم المصالحة والمحافظة على وحدة ليبيا. ومعنا مشاهدينا عبر الهاتف عضو المجلس العسكري مصرات العميد سالم البراوي. سيد سالم، في البداية أهلا بك. أهلا بك، السلام عليكم، تحية طيبة أضيف عليكم لمدينة الجهات والصمود مدينة مصرات لكل مستمع لقناة مدى النار. نعم، وعليكم السلام. سيد سالم، يعني تشير تسريبات حتى الآن إلى تفاهمات بين المتحاورين لتولي خليفة حفتر منصب قائد الجيش، هل يمكن أن تعملون تحت قيادته إن ثبتت هذه التسريبات، وما تعليقك أيضا عليها؟ في الحقيقة أن أي تمثيل عسكري خارج الحدود الليبية، أي تمثيل عسكري خارج الحدود الليبية، هذا من شأنه يقل من هيبة المؤسسة العسكرية داخل الدولة الليبية. لذلك نحن لا نوجه اللوم إلا على المسؤولين الدولة الليبية، عليهم أن يجمعوا أركاناتهم ويسعوا في تكريم المنصب العسكري، وهذا عمل طيب يقبله الجميع. يتم تكريم المنصب العسكري وتأديب مهامها واختصاصاتها من قبل المستوى الأعلى أو المستوى المدني أو السياسي للدولة، هذا أمر ومطلب شرعي، وكان هدف أساسي 217 راي، لأن الليبيا دولة واحدة وعاصمة واحدة، لا نتفق على أسماء شخصية من جهة ومن اتجاه، لكن هناك شروط يعني كم ناخذ به في بدايه 17 فبراير، هذول المعايير الا نلتزم به، من ضمنها الليبيا دوله واحده وعاصمتها طرابلس، وتداول سلم للسلطه، وعدم الجذب العسكريين في اي صراع سياسي. هذا مطلب ورغبه من كافه اهالي الدوله الليبيه بالشمال. قيام بعض العسكريين في تمكين خارج دولة الحدود الليبية في دولة مصر، نحن دولة مصر لكل لها كل تقدير واحترام، ولدينا على بعض الليبيين ومصر حقوق وواجبات مشتركة، حق الجوار، حق القرابة، وحق الديانة، بالتالي نحن نحترم جميع مصر ولدينا حقوق وواجبات مشتركة على بعض، لكن كان بالأخر على الرسائل والقناة النوعية أن يقوموا اجتماعهم من اجل جبنا من مؤسسه عسكريه داخل الحدود الليبيه، استخدام ايش؟ وبعدين لدينا امكانيات، احنا امكانيات بشريه لدينا، لان هناك ضباط خصوصا اركانات، هناك ضباط خصوصا اركانات ودكتوراه، بالتالي هم اجدر واكثر ان يسعوا ويعملوا على تدريب المؤسسه العسكريه داخل حدود الدوله الليبيه. نعم. إذن شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا سيد سالم البراوي، العميد سالم البراوي عضو المجلس العسكري مصراتة، كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا أيضا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع مدير الإسناد الأمني بغريان السيد مفتاح شنكادة. سيد مفتاح، أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا، نشكر إذاعة المدى على هذه المداخلة.
نعم سيد مفتاح، في البداية يعني هنالك تسريبات تشير إلى أن يوجد تفاهمات بين المتحاورين الآن في القاهرة في اجتماع القاهرة لتولي خليفة حفتر منصب قائد الجيش، ما موقفكم من هذه التسريبات إن ثبتت أنها صحيحة؟ اسمع، أنا الاجتماع يخص قادة الجيش بالمنطقة الشرقية هذا ما هو إلا يعني تدخل في يعني تفاهم مع ما يسمى حفتر بالتدخل في الشان الليبي على اساس انه يؤكد ان مصر تدخل، لان سبق وعينا اجتمعت الامارات واجتمعت فرنسا ولم يصير اي كلام، لكن الان التدخل لان الجانب المصري اقرب للكلام هذا، والتدخل هذا يعطيه يعني رخصه للتدخل في الشان الليبي، واكثر شيء يقرب مدينه درنا كما سبق كما كان في السابق. طيب هل نعم تفضل. نعم يعني سيد مفتاح، إن كنت في الاستماع، هل تم التواصل معكم كقادة عسكريين في مدينة غريان للتشاور في هذه المباحثات في القاهرة؟ اسمع، احنا مباحثات كغريان لمدينة غريان ودوار مدينة غريان ما أصلا ما يمثلناش حفتر ولا ناظوري ولا المصماري، هذا ما يمثلناش، والاجتماع هذا معه الا تدخل قوات مصريه للسياده الليبيه. طيب شكرا جزيلا لك السيد مفتاح الشنكادة للتعليق على هذا الموضوع، مدير الاسناد الامني بمدينه غريان كنت معنا عبر الهاتف. في ملف الهجرة، أصدر المدعي العام في كاتانيا أمرا بالاستيلاء على سفينة المنظمة غير الحكومية الإسبانية برو أكتيفا أوبن أرمز بعد نقل 218 مهاجرا إلى إيطاليا، أنقذهم طاقم السفينة ورفض تسليمهم إلى حرس السواحل الليبي. وبحسب ما أوردت وكالة أكي، يدرس المدعي العام في كاتانيا فرضية توجيه تهمة نقل مهاجرين إلى إيطاليا بصورة غير مشروعة بانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الدولية إلى قبطان السفينة ومنسق عملياتها للإنقاذ لعدم تسليمهم المهاجرين إلى البحرية الليبية. يصادف اليوم 19 من مارس الذكرى السابعة لتصدي الثوار لرتل كتائب القذافي لمدينة بنغازي، رتل العسكري الذي امتد طوله إلى مسافة 60 كيلومترا متجها نحو المدخل الغربي لبنغازي بأوامر من القذافي للانتقام من المدينة وإجهاض الثورة فيها، لكنه هزم على أعتاب الدخول إلى بنغازي. شكل تدمير الرتل ضربة قاسمة لكتائب القذافي الذي تصدى له الثوار وصقور الجو الذين انضموا للثورة قبل أن يتابع الناتو المهمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973 والقاضي بفرض الحظر الجوي على ليبيا، فتوصلت وتيرة الصدمات إلى أن أعلن تحرير البلاد من ذات المدينة التي صنعت ثورتها في 23 من أكتوبر عام 2011. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وفاة أكثر من 2000 شخص في ليبيا جراء الحوادث المرورية العام الماضي. أهلا بكم من جديد. قال رئيس غرفة عمليات توزيع الوقود بالجنوب ميلاد الهجرسي إن عملية السطو التي تعرضت لها شاحنات الوقود ببراك الشاطئ ستؤثر على الخطط المعدة لتزويد المنطقة. أوضح الهجرسي في تصريح للنبأ أن شركة البريغا لتسويق النفط كانت تجهز 40 شاحنة وقود لإرسالها للمنطقة الجنوبية لحل الأزمة بها. كما طلب رئيس غرفة عمليات توزيع الوقود أهالي الجنوب وجميع المؤسسات بالمنطقة للتعاون معهم في حماية الشاحنات لحين عودتها.
استردت شركة لبريغا لتسويق النفط قطعة أرض في الرصيف النفطي القديم بمنغازي. أوضحت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك أنها استردت قطعة الأرض الخاصة بها بعد 3 سنوات من سيطرة ما وصفتها بالجهات الخارجية عن القانون عليها. أضافت الشركة أن الإدارة العامة للبحث الجنائي قامت بعملية مداهمة للعشوائية التي جرى بناؤها من قبل المجموعات الخارجية عن القانون، وجرى تسليمه لمنسقية التسهيلات البحرية تحت إشراف حرس المنشآت النفطية. قال مدير الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص عبد السلام البركي إن الحوادث المرورية في كافة المدن الليبية خلال العام الماضي بلغت 4644 حادثا. وبحسب الإحصائية التي كشف عليها البركي في مؤتمر صحفي فإن تلك الحوادث خلفت 2590 قتيلا و 3413 مصابا، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 6500 مركبة، فيما بلغت قيمة الخسائر أكثر من 23 مليون دينار. السلام هو الأمان والاستقرار وبه تبنى الأوطان. من هذا المنطلق تستمر مفوضية الكشافة بطرابلس بمهرجانها السنوي السابع على التوالي لإطلاق مهرجان أطفال ليبيا السلام. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. اعتبروا أن نداء السلام من واجبهم نحو الوطن، وإبراز الأطفال في مثل هذه المناشط بمثابة سلاح مدني لمحاربة الفوضى وبناء ليبيا. لهذا يستمر مفوضية الكشافة بطرابلس بمهرجانها السنوي والسابع على التوالي لإطلاق مهرجان أطفال ليبيا السلام. العام ينظموا فيه مفوضية طرابلس للترويح والترفيه على الأطفال، أطفال مدينة طرابلس. السنة هذه اخترنا عنوان لهذا المهرجان السلام لليبيا، أطفال ليبيا يناشدون السلام لليبيا. شاركوا فيه تقريبا 1500 كشاف ومدارس خاصة وجمعية الجمعيات الاهتمام بالطفل. عدد المشاركين في هذا المهرجان يتجاوز 1000 طفل من بين أطفال الكشافة ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض مدارس التعليم الحر المشاركة. بدأت فعاليات المهرجان بمسيرة من كلية البنات كنقطة تجمع والانطلاق ترجلا إلى مقر مسرح الكشاف، حيث أوقد الكشفيون شعلة السلام ورفعوا لافتات معبرة عن مدى أهمية السلام في ليبيا. تم النداء لجميع الوزارات وحضروا معنا الاجتماع، كان قبل المهرجان بشهر ونص حوالي، وافقوا على النداء انهم يكونوا معنا في المهرجان، لكن الله غالب ممكن بالظروف ان تغو جميع الوزارات اللي تخصصهم في مجال الطفوله ولا وزاره معنا، فلبت الكشاف النداء وطلبوا ان احنا لازم ان نديروا البرنامج بسبب ان احنا الاطفال اللي تشبح فيهم روادم اطفال معاقين، اطفال نازحين، ادوال ذوي الاحتياجات الخاصه، اطفال دار رعايه الايتام، فجميع مختلف الانحاء، وايضا في مناطق مشاركه معنا من برا طرابلس، ضواحي طرابلس كانوا مشاركين معنا، والحمد لله والشكر خاص ايضا لشركه ندى اللي لبت نداء للاطفال ان هي تكون معنا وساهمت معنا في انجاح هذا المهرجان. السلام كان من أبرز الملامح الحاضرة في هذا المهرجان، ليبقى للأطفال حراكا خاصا يحيي الضمائر ويشعر المجتمع بحقوقهم وأحلامهم التي باتت مشتتة. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها. شورى درنا يطلق عملية عسكرية ضد ميليشيات الكرامة ردا على الاعتداءات المتكررة على المدينة. ردود فعل رافضة لتولي حفتر قيادة الجيش بعد جولة مفاوضات جديدة لتوحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة. إيطاليا تصدر أمرا بحجز سفينة إنقاذ لمنظمة إسبانية رفضت تسليم مهاجرين البحرية الليبية. تابعت في النشرة أيضا وفاة أكثر من 2000 شخص في ليبيا جراء الحوادث المرورية العام الماضي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.